أهلا بكم مشاهدينا من جديد. رغم تعقيد تقنياتها إلا أن اليسر هدفها هو شأن الكثير من التطبيقات التي تسعى لتسهيل حياة الناس. أحد هذه التطبيقات يا باسل الذي صممته أميرة رشاد يجعل من الحصول على المستلزمات المنزلية اليومية أمرا يسيرا. قد يعاني الكثير من الأشخاص يومياً من صعوبة التوفيق بين حياتهم العائلية وعملهم والتزاماتهم الخاصة، وآخر ما يتمناه أي شخص هو أن يتوجه بعد نهاية دوامه مساءً إلى السوبر ماركت أو البقالة للتسوق وشراء مستلزمات البيت من مواد غذائية ومنزلية. لكن مع التطبيقات الجديدة هل ستتغير معادلة التسوق وتصبح أكثر سهولة؟ تعالوا نتعرف. في ظل الحاجة المتزايدة إلى تجربة تسوق أكثر سلاسة وخالية من التوتر، استطاعت المصرية أميرة رشاد بخبرتها تأسيس تطبيق ذكي قد يغير مفاهيم تسوق المنزلي خاصة بالنسبة للنساء العاملات. هو برنامج قائم على تسهيل عملية الشراء الأسبوعية لربة المنزل، خصوصاً اللي عندهم عائلات كبيرة. فإحنا بنسهل لهم إنهم يشتروا مستلزماتهم من الجملة بكميات أكبر شوية لاحتياجات أسر أكبر يعني، وبنسهلها عن طريق تكنولوجيا جديدة وهي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أنا أقدر أحط معلومات كتيرة جداً على طريقة الاستخدام دي، بتساعدني إن أنا أقول لك أنت محتاجة قد إيه، أسرتك محتاجة قد إيه تشتريها في خلال الأسبوعين، لأن أنا عارفة طبعاً أرقام من ناحية متوسط استخدام الأسرة والجو شكله إيه برة، وإحنا في مدارس، في وقت مدارس ولا مش في وقت مدارس، عنوانك بيقول لي حاجات كتيرة قوي على المكان اللي أنت عايشة فيه، فده بيسهل طريقة الاستخدام. لا حاجة إذن لتضييع الوقت أو تعديل المواعيد الهامة أو التخلي عن الالتزامات اليومية الضرورية، فبخطوات بسيطة في وقت محدود تمتلئ سلة التسوق دون عناء. لو مثلاً حد عايز يشترك في البرنامج بيروح على الويب سايت بتاعنا وبيحط معلوماته من ناحية الاسم ونمر التليفون والإيميل وهكذا، وبيبتدي يبني لستة مستلزمات، شوبينج ليست بمعنى أصح. لما بيبني الشوبينج ليست دي بتفضل موجودة، احنا بنعرف الحاجات اللي هو عايزها، الحاجات اللي بيفضلها، وكل أسبوعين أو كل شهر بنوصل له مستلزماته دي لحد البيت. فاللي أنا بعمله على أرض المتجر نفسه بعمله في بيتي، وبعمله في 10 دقائق مش في ساعتين. التطبيق الذي يمكن مستخدميه من برمجة مواعيد التسليم يرفع عنهم بذلك عناء الوقوف في صفوف الانتظار للدفع، وهو ما يضفي ميزة أخرى على هذا التطبيق الذي يساهم في تنشيط حركة البيع في المتاجر. لبنى ديب لليوم على الحرة. وفي سلسلة أسبوع الحلم الأمريكي مسار هاريت توبمان للهروب من العبودية، كيف ألهم الملايين حول العالم؟